بنتقابلش دايما، بس لما بنتقابل بحس انه احنا اصحاب، وان احنا بنتكلم في كل حاجة. يعني ممكن سمير سعيد، مروان خوري، خالد سليم، يعني من الفنانين اللي احنا بحس طبيعيين. يعني ليلى غفران برضو طبيعية جدا. مين كمان غير الملحنين بقى اللي بيهم مطربين وفي نفس الوقت ملحنين، زي يحيى وزي عز الشافعي، طبعا اصحاب جدا جدا يعني.